مباراة القادمة لفريق الشبيبات القبائل أمام فريق الاتحاد السوفي في الجولة 30 والأخيرة من الدوري الجزائري. لكي تشاهد المباراة ما عليك فضل الضغط بزر لايك والاشتراك بالقناة. ملعب المستفيد للمباراة ملعب استاد الواد أوبو في تمام الساعة 4:45 بكل من توقيت الجزائر وتونس والمغرب، والساعة 5:45 بتوقيت القاهرة، والساعة 6:45 بتوقيت قطر والسعودية والإمارات. وسوف تنقل المباراة عبر الموقع الرسمي لفريق الشبيبات القبائل، وسوف تلعب يوم 14/6/2024. نتمنى لكم فرجة ممتعة. لا تنسوا لايك والاشتراك بالقناة وتفعيل خاص زر التحديث كل لكي توصل دائما بوعيدة وتفاصيل المباريات القوية والمقبلة. ونعطيكم موعد في موعد قادم.